فيزيها وهترتاحي من اكبر مشكله بتقابلك بجد. الفيديو كله تدابير وافكار وحيل منزليه كتير جدا هتعجبك باذن الله. يلا بينا بقى نشوف اول فكره معانا ايه. الفكره دي بقى حلوه جدا. بتجيبي بقى الفوطه او البشكير معاكي وبتبداي كده تحطي دبوس من على الجنب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبالشكل ده بقى طبعا استحاله كده الفوطه تقع معاكي ابدا. ثبتها حلو جدا بالدبوس. بجد الفكره دي حلوه جدا وهتريحك كتير من اكبر مشكله بتواجهنا طبعا الاولاد كده تخش تمسح ايديها نلاقي الفوطه في الارض. لا بالشكل دوت بقى كده ثابته معانا واستحاله تقع. بجد الفكره دي جميله جدا. نفذيها وهتدعي لي عليها. الفكره دي بقى حلوه جدا. ازاي بقى تخلي اللياقه بتاعت قمصان جوزك زي الفل معاكي زي ما انتم ما شايفين كده من غير بقى ولا ربس ولا اي حاجه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه في اللياقه بتاعت القمصان. اللياقه معاكي بقى شايفين بقى عامله ازاي متوسخه جدا خالص كده مطرح طبعا بقى شغل جوز كده تنضف بمنتهى السهوله معانا. هنجيب بقى الصابونه البريحه اللي هي بتاعت الحموم العاديه خالص دي كنز بيتنا بصراحه. انضف بقى بكتير من الربس والحاجات دي كلها بتطلع على طول الحاجات اللي زي كده والتحت القبط كمان. هتجيب بقى هنبل كده الصابونه كويس جدا وهنمشي كده على اللياقه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بتنضف حلو جدا بصراحه. وهسيبها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت يعني 10 دقايق بالظبط مش اكتر. دقايق بقى هتبداي كده تدعكي كويس جدا اللياقه. هتلاقيها بقى نطفت معاكي وبقت زي الفل. شايفين ما شاء الله السواد راح خالص منها. شايفين الصابون بقى بيعمل ايه؟ تحفه بصراحه. شايفين بقى ما شاء الله اللياقه بقت زي الفل معايا بايه؟ بالصابونه. ولا حطينا بقى ربس ولا اي حاجه. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. كلنا طبعا عندنا الازايز الفاضيه دي في البيت بدل ما نرميها لا هنستفاد بيها. هجيب بقى المقص وهبدا اقص كده الجزء ده معايا تبقى بالشكل ده معايا. وطبعا الجزء ده مش هنرميه هنعمل فكره بيه. طبعا الاكياس بتاعه الرز او السكر ايا كان هتدخليها معاكي بالشكل دوت وهتفتحيها بقى من فوق. شايفين بقى بتبقى سهل جدا معاكي وبالاخص الفكره ديت بتبقى حلوه جدا للسكر. وبالشكل دوت هتنزلي السكر بمنتهى السهوله وبعد كده هتقفليه بالشكل ده بقى استحاله النمل يخش جوه السكر ابدا. بجد الفكره ديت جميله جدا نفذيها وهتعجبك جدا. وكمان تقدري تستخدميها كقمع. شايفين بقى يبقى سهل جدا عليكي قمع كده يبقى شكله حلو جدا معاكي. الفكره دي بقى حلوه جدا. ازاي بقى هنثبت السجاده على الارض؟ طبعا اولادنا طول اليوم يفضلوا رايحين جايين ويزحلقوا كده السجاده ما بتبقاش في مكانها. لا هنعمل فكره حلوه جدا هتخلي بقى السجاده ثابته معانا على الارض وما تتحركش معانا خالص. يلا بينا بقى نشوف الفكره ايه. فكره بسيطه جدا. هنجيب بقى الدبل فيس. الدبل فيس ده بيتباع عند الكهربائي او المواني يعني هتلاقيها عند اي حد منهم. هبدا بقى كده اقطع حته معايا يعني كبيره بقى شويه وهشيل بقى في طبعا الدبل فيس ده بيبقى تخين ورفيع بس انا للاسف عندي الرفيع فما فيش مشكله يعني هيحل محل التخين العريض شويه. هبدا بقى كده طبعا اشيل اللزقه بتاعته هي بتبقى رخمه شويه اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لازم نشيلها. وهبدا بقى كده احطها على الارض وهبدا احط بقى السجاده عليها. شايفين بقى بالشكل ده بقى السجاده ولا هتروح ولا هتيجي معاكي ولا هتزحلق اولادك يعني مهما يلعبوا كده استحاله بقى السجاده تتحرك. شايفين بقى عملناها بمنتهى السهوله معانا. طبعا بقى تعملي في بقيه السجاده اللي عندك بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا فكره جميله جدا نفذيها وهتعجبك. الفكرة دي بقى حلوة جدا. بتجيبي كده الغطا بتاع الدواء بتاع اطفالنا طبعا موجود في كل بيت عندنا الغطا دوت. وبتبدأي بقى تجيبي البري بتاع القلم بتاع اطفالنا طبعا هريننا طول اليوم يقعدوا يبروا في القلم الرصاص او ممكن كمان الخشب. وبتبدأي بقى تحطيها في الغطا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هجيب بقى اي نوع اسبري او برفان او دوني او معطر يعني عندك اي حاجة حطيها. وهتبدأي كده بقى تحطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهتاخدي بقى الغطا الجميل اللذيذ دوت وهتحطيه بقى في الدولاب بيخلي ريحة الدولاب وريحة الهدوم حلوة جدا. الفكرة بقى هنا ان البرفان او الدوني او المعطر بيقعد حلو جدا على الخشب يعني بيفضل مدة طويلة جدا على الخشب. بالشكل دوت هتخلي ريحة الدولاب وريحة الهدوم معاكي حلوة طول الوقت. جربي بقى الفكرة ديت وهتعجبك جدا. الفكرة دي بقى حلوة جدا. بتجيبي بقى كوباية او فنجان اي حاجة عندك يعني وحطي فيها بقى فحماية بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدأ بقى اضيف على الفحم يعني كده معلقة صغيرة من الملح.
هتاخدي بقى العلبة وهتحطيها في الفريزر. طبعا بقى هتسحب لك اي روايح كريهة في الفريزر. طبعا بنحط بقى ونخزن في الفريزر السمك بقى والخضار والفراخ، كل الحاجات دي بتعمل طبعا روايح في الفريزر. طبعا هي بقى هتسحب لنا كده اي ريحة مش حلوة، روايح طبعا كريهة بتبقى في الفريزر هتسحبها لك بمنتهى السهولة معاكي. بجد الطريقة دي جميلة جدا، جربيها وهتعجبك جدا وهتدعي لي عليها. الفكره دي بقى حلوه جدا. بتجيبي طبعا الجردل بقى بتاع المسيح وبتحطي بقى فيه ميه، وهتحطي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الفانيليا، بتخلي بقى الريحه معاكي جميله جدا وانتي بتمسحي. جربي بقى الفكره ديت وهتعجبك جدا. الفكره دي بقى حلوه جدا، لو جايبه كده علبه جبنه معاكي وعايزاها بقى تفضل طريه معاكي وما تنشفش في الثلاجه، هبدا بقى كده افتح معايا الجزء دوت اللي انتوا شايفينه وهقصه بقى بالمقص، يعني اسهل طريقه بجد لفتح العلب. وهتبداي بقى تفتحيها من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بكده بقى هتفتحيها بمنتهى السهوله معاكي، وفي نفس الوقت هتحكميها بقى، شايفين بقى لما تيجي تاخدي منها وهتقفليها، وبالشكل ده بقى اكني ما فتحتش العلبه معايا خالص. شايفين بقى جميله جدا، اكني لسه مشترياها وما فتحتهاش معايا. هتفضل بقى الجبنه طريه كده معاكي في الثلاجه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعي لي عليها. نيجي بقى هنا للابرة. طول عمرنا طبعا بنجيب الابر ديت وما نعرفش دي بنستخدمها في ايه. ليها بقى استخدامات طبعا وجميلة جدا ومفيدة، وبتلضم لك الابرة بمنتهى السهولة. يعني لو كده مش بتعرفي تلضمي الابرة هتلضميها بمنتهى السهولة معاكي. نجيب بقى كده اصغر ابرة عندك جيبيها وهتلضميها في ثانية. اهي ناخد كده اصغر ابرة عندك، وهنجيب بقى الخيط، حرف الخيط كده، وهنبدا نحطه في اللضامه. طبعا هي اسمها لضامه اهي، هنبدا بقى نحطه بالشكل ده معانا. هنجيب بقى حرف الابره وهندخله في اللضامه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهناخد بقى الخيط اهي، شايفين بتتلضم معايا بمنتهى السهوله. تاخدي بقى الخيط كده منها تطلعيها اهي، شايفين بقى، يعني بصراحة حلوة جدا وبتريحنا كتير بصراحة. شايفين بقى ما شاء الله اصغر ابرة عندك لضمتيها بمنتهى السهولة باللضامة. طبعا كلنا كده ما نعرفش كنا بنستخدمها في ايه، ومرمية طبعا في الدرج عندنا اكيد يعني. لا اعملي بقى الفكرة ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكرة دي بقى حلوة جدا، لو عندك كده حوض المطبخ مسدود معاكي ومش لاقية له بقى اي حل واتخنقتي منه، المعلقة دي بقى سحرية بجد، اللي هو ملح ليمون، معلقة كده من الملح الليمون. طب لو ما عندكيش ملح الليمون، عندك طبعا كيس البيكنج باودر ده في اي بيت، موجود في اي بيت كده للكيكات وللحلويات. ابدأ كده اضيف ملح الليمون بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهنزل بقى عليه بمية سخنة جدا زي ما انتوا ما شايفين كده. ده بقى يسلك لي الحوض بسرعة الصاروخ معايا، شايفين بقى بدون اي مجهود. اعملي بقى الفكرة دي كل شهر مثلا كده، تسيح لك الدهون بقى واي حاجة طبعا متراكمة في الحوض. جربي بقى الفكرة دي وهتعجبك جدا، واتمنى لو اول مرة تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.